طيب خبر مهم جدا رشا، بنتكلم فيه عن استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألكسي ليخاتشوف وهو المدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية روس أتوم، واللي أكد خلالها سيادة الرئيس عن تطلع مصر لإنشاء محطة الضبع كصرح جديد يعني يضاف لمسيرة الإنجازات والمشروعات اللي دايما كانت بتحدث في تعاون مشترك ما بين مصر وروسيا عبر التاريخ، واللي بيعتبره وبيعتزي به الشعب المصري كرمز للصداقة المصرية الروسية. وأكد سيادة الرئيس عن يعني ثقته كمان الكاملة بالخبرات الروسية في إنشاء مثل هذه المشاريع وخبرتها في هذا المجال، وإنه دايما ده ينعكس بإذن الله على المشروع كصرح بإذن الله يعني وفقا لأعلى المعايير والسلامة والتكنولوجيا والتقنية والسلامة النووية. ومن ناحيته أعرب مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية عن تقديره لاستقبال سيادة الرئيس ونقل إليه تحيات وتقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واعتزازه بمتانة العلاقات المصرية الروسية. وكمان أكد أنه في مصر أصبح هناك يعني مجال ومناخ استثماري صحي بيشجع أنه يبقى فيه مشروعات كبيرة تنشؤ فيها، وكمان المناخ الاقتصادي والاستثماري الحالي في مصر هيبقى حافز أنه يبقى فيه مزيد من العلاقات المصرية الروسية في الفترة اللي جاية. خبر مهم جدا وكنا محتاجين ان احنا نقوله كده على الصبح للسادة المشاهدين.